نعم. وكذلك سائل يسأل عن من استيقظ بعد طلوع الفجر هل يصلي ركعتي الفجر؟ نعم يصليهما. النبي صلى الله عليه وسلم كان عائدا من سفر فنزل هو وأصحابه رضوان الله عليهم في مكان ما وأمر بلال أن يكلأ لهم الفجر، فقدر الله أن نام بلال ونام القوم كلهم حتى لم يوقظهم إلا حر الشمس، فلما استيقظوا ارتحلوا يسيرا من ذلك المكان وتوضأوا وأذنوا للصلاة وصلوا الركعتين ثم صلوا الفريضة. وهكذا إذا استيقظت بعد طلوع الفجر يعني بعد طلوع الشمس تصلي الرغيبة ثم تصلي الفريضة. يبقى الأمر فقط إذا ضاق الوقت، بمعنى رأيت أنك إن تشاغلت بالنافلة خرج وقت الفريضة، هنا تختص به الفريضة. ضاق الوقت بحيث علمت أنك ليس بمقدورك أن تصلي الرغيبة وتدرك ركعة كاملة من الفريضة قبل طلوع الشمس، ففي هذه الحالة صلي الفريضة واترك الرغيبة يسيرا حتى تحل النافلة، حتى ترتفع الشمس قيد رمح ثم تؤديها. هذا هو إن شاء الله.